بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في منطقة الخطاطبة بنصور فيلا داخل الكومباوند كله متقسم فيلل، وفي فيلل كتير جدا متباعة منه. تمام، ادي الفيلا على فدان، الفيلا مساحة الفيلا كلها على فدان. الارض دي لما تزرع نجيلة هتبقى تحفة، وطبعا في جوه حمام سباحة جوه الفيلا. تمام، الفيلا ما شاء الله الله اكبر جميلة، تصميمها جميل جدا، تصميم الفيلا جميل جدا. هنلف حواليها من بره وبعدين هنخش نصور الفيلا لغاية الروف، ومن فوق هنوريكو الفيو. ادي الفيلا بنصورها من بره، من حواليها سور، حوالين الفيلا سور، وحوالين الارض كلها سور كامل، طوب مباني وزرع اهو ان شاء الله. الله اكبر، اهو هنصور نكمل ده بقيه الفيلا من بره، وهنرجع نصور الارض برضو من بره. فيلا جميله مبنيه بالحجر، حاجه ما شاء الله الله اكبر. الارض دي كلها تبع الفيلا، هنصور اهو اطلع. كل ده هنصور حوالين الفيلا من بره، وبعدين ارجع اصور لكم. ادي اهو الملف التاني اهو، ادي السور اللي قدام ده ديزاين كان معمول في المانيا، يعني صاحب الفيلا شافه في المانيا جه صممه، هو السور اللي فيه الزلط ده. الفيلا كلها حواليها سور، والارض اللي هي الفدان حواليها سور، حاجه ما شاء الله الله اكبر. بينها وبين الصحراوي مفيش، يعني يعتبر اقل من 2 كيلو اسفلت اهو. وادي كده رجعنا احنا على البوابه اللي صورنا منها، هبتدي اصور لكم الارض بتاعت الفيلا. تمام، الارض الخارجيه بقى اصورها لكم، بعدين اخش على الفيلا اصور الفيلا من جوه، حاجه ما شاء الله الله اكبر. اهي دي كانت مزروعه، بس مزروعه برسيم، يعني المفروض تتزرع نجيله لاندسكيب، هتغير الشكل خالص، هتبقى حاجه جميله جدا وحاجه ممتازه. ادي الارض اللي حوالين الفيلا اهي، هرجع ورا اهو، اهي الارض اللي حوالين الفيلا اهي، صورها اهو. ده الفدان اللي حوالين كله متصور حواليه سور، ما شاء الله الله اكبر، حاجه جميله اهو. ده نهايه السور بتاع الفيلا اهو، فدان. وبعدين نلف بقى نخش نصور الفيلا من جوه، حاجه اهي الارض اهي 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 اهي، لكن فيها سلم بس تزرع شجر. وادي اهي الارض حوالينا اهو، اهي ادي المدخل اهو، ادي السور اهو اللي في الجنب اهو. ادي الارض اهي، يبقى كده صورنا سور الفيلا من جوه، وصورنا الارض اللي حوالين الفيلا، وادي السور اللي معمول اللي هو التصميم اللي الراجل صاحب الارض شافوه في المانيا. نبتدي بقى نخش الفيلا، ادي المدخل اهو اهو، وادي مدخل الفيلا اهو. العربيه بتطلع لغايه مدخل الفيلا اهو، ما شاء الله اهو. ده مدخل الفيلا من بره اهو، ده الشكل بتاع الفيلا من بره، صوره لكم اهو اهو اهو. نبتدي نخش نصور الفيلا من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، ده المدخل اهو اهو، ده البوابة الحديد بتاعت الفيلا نفسها، ممكن تلاقي بقى دي السلالم اللي بتطلع على الدور الفوقاني، ده ريسبشن تحت في الدور الاولاني اهو ريسبشن، وادي شبابيك بتطلع على المدخل اهو، ادي شباك وادي البوابة، وادي شباك تاني يبص على الارض. لما تزرع نجيلة لاند سكيب هتبقى خطيرة،
وادي بقيه الريسبشن اهو اهو اهو. وادي الشباك التاني، بص على بيت الارض. هنا في حمام صغير، حمام صغير اهو، وهنا مطبخ في شباك في الارض. الحمد لله اهو، ادي الريسبشن اهو اللي تحت، وادي البوابه الحديده اهي. هنخش هنا اهو اهو اهو، ده ممكن يتخزن فيه اي حاجه من الحاجات بتاعت الحمام السباحه. تصور ادي حمام السباحه اهو اهو، الفيلا تحت التشطيب على فكره اهي. ادي حمام السباحه جوه الفيلا اهو اهو اهو. وادي ليفنج ليفنج يتقعد فيه او حاجه، وده حمام عشان لما تخلص السباحه بتغير هدومك تحت الدش اهو. ادي حمام السباحه اهو من بعيد، باصص على شباك اهو 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 اهو. هنصوره من الناحيه الثانيه برضه. طبعا حمام السباحه فاضي اهو، على اعماق اهو، على اعماق تقريبا 2 متر ونص يعني اخر حاجه اهو اهو. ادي الشباك اهو اللي بص على الارض، وادي حمام السباحه من هنا اهو اهو اهو. هصوره لكم برضه من الناحيه دي اهو. نعمل يعني رياضه بقى كده ونطلع على السور. الفيلا تحت التشطيب، الفيلا تحت التشطيب، حمام السباحه. طيب قلنا ادي المدخل اهو، وادي الريسبشن، وادي السلالم اللي بتطلع على الدور العلوي اهو. السلالم جميله جدا، رخام اهي، السلالم رخام اهي. وادي شباك اهو، يعني التهويه في الفيلا جميل. في الارض دي جنبنا اهي اهي. وادي اهو بقى يتعمل طبعا سور حديد، ولسه قلنا ان الفيلا تحت التشطيب. ده الريسبشن بتاع الدور العلوي. طيب ده هنا اهو، دي دريسنج روم، وده حمام، وده حمام دريسنج روم. دول خاصين بالاوضه دي، الاوضه دي مقفوله على فكره مش عارفين نفتحها، احنا هي اوضه كبيره. وادي الاوضه الثانيه اهي اهي، وادي الحمام بتاعها، ادي الحمام بتاعها هي تحت التشطيب. وادي التراس اهو، بتبص على ذبح. ادي الاوضه اهي، هدخلها لكم الاوضه اللي كان فيها الدريسنج روم والحمام اهي، دخلتها من التراس اهي اهي. الباب المقفول اهو، انا دخلتها من التراس. وادي الارض اهي، الناحيه دي بحري اهي، ده مزروع كلها زيتون اهي، زيتون. وادي التراس اهو، وهنطلع ادي التراس اهو الاخر اهو، ده حمام وده مطبخ. هنطلع من الاوضه الثانيه دي اهي اهي ما شاء الله. ادي الاوضه، وادي الحمام اللي احنا شفناه، وادي الريسبشن اهو. دي اوضه ثانيه مقفوله برضه، مش عارف ايه حكايه الاوضه اللي مقفوله. المهم وادي اهو المدخل اهو اهو، وادي اوضه رابعه كده، في اربع اوض نوم. وادي مدخل الفيلا، وادي المدخل اهو، وادي السور، وادي الجار. الفيلا اللي معموله هي الازرق دي، دي واحد سعودي اللي واخدها، والتاني واحد سوري. يعني العرب هنا ما شاء الله الله اكبر مسيطرين يعني اهو. ادي الريسبشن اهو، وده مطبخ بتاع الدور العلوي، المطبخ بتاع الدور العلوي اهو، شبه امريكاني كده. هنطلع على الروف اهو، ما شاء الله الله اكبر. هنطلع على الروف ده اهو اهو كده، هنطلع على الروف. حاجة ما شاء الله الله اكبر جميلة. ادي الارض اهي، هذه الارض اهي، هصورها لكم ما شاء الله الله اكبر. ادي حدودنا اهي، السور
اهو اهو. وبعدين دي ارض الجار ده جنب البحر، دي كل ناحية دي مزروعة زيتون، دي كلها مزروعة زيتون. اهي ادي الروف اهو، فيو اهو اهو. هصورك الروف برضو من الاخر اهو اهو. ادي الارض اهي الجار، وادي جارنا الفيلا دي واخدها واحد سوري مش مصري، ودي واحد سعودي. اهي الفيلا من فوق اهو، دي الاوضة بتاعت الفيلا اهو. اهي دي الفيلا الكبيرة اهي، هنصورها اهو. حاجة ما شاء الله اهو اكبر، دي حدودنا اهي اهي لغاية الاخر اهو. هنجيب لكم الروف مرة واحدة مع بعض. ادي الروف من فوق اهو، اهو ادي الروف اهو، ادي تراس، وادي التراس التاني، ادي القبة بس تالت، وادي بقية الروف اهو اهو اهو. وادي الارض الجار، وادي الخزانات المية، وادي السلالم اللي احنا طلعنا منها. الفيلا تحت التشطيب، فيلا بيت الشطاب، بس حاجة جميلة ما شاء الله. هي الفيلا على فدان غالبا مساحة المباني من 350 ل 400 متر، 350 إلى 400 متر أهو. نزلتني السلالم دي، أنا لو اتعمل إزاز طبعا عاكس يبقى جميل جدا أهو أهو. نزلتني السلالم مريحة جدا. نزلنا على الريسبشن أهو الأخراني اللي إحنا طالعين منه، أدي الحمام والمطبخ، وأدي حمام السباحة. يبقى احنا كده صورنا الفيلا بالكامل، الفيلا على مساحة فدان، المباني تقريبا من 350 ل 400 متر، وادي المدخل الفيلا بكرر تحت التشطيب. يعني اللي عايز يحطها ويشطب على مزاجه دي حاجة ترجع له. الشبابيك دي لو اتعملت ازاز عاكس هتبقى تحفة، اللي جوه يشوف اللي بره واللي بره ما يشوفش اللي جوه. ايه الهواء هنا حلو جدا في الظل. وادي المدخل اهو القبة اللي شفناها فوق الروف، وادي مدخل الفيلا. ان شاء الله باذن الله تعالى هنعمل ملحق، هنعمل ملحق للفيلا، هنقول فيه سعر الفيلا عشان احنا لسه مش عارفين السعر. شكرا. 3 مليون ونص سعر الفيلا، 3 مليون ونص سعر الفيلا.